كيف يمكن لطرف معين في الحرب ان يعلن عن هدنه وان يقوم هو بنفسه باختراق هذه الهدنه كما قال ضيفنا في كييف دكتور سلام. بدايه كل عام والشعب المصري عموما والذين يحتفلون بالتقويم الشرقي خصوصا بالف خير بالتاكيد مثل خير. هذه الاعياد وخاصه الشرقيه شكرا، بالتاكيد الاعياد ذات المفهوم الشرقي الديني هي لها اولويه خاصه من الناحيه الانسانيه والاخلاقيه وخاصه بان غالبيه الشعب الروسي والاوكراني يتبعون التقويم الشرقي اي من الارثوذكسيه الذين يحتفلون اليوم، بالتالي كان من من المهم جدا ان تقترح روسيا وقف اطلاق النار من اجل السماح لكلا الشعبين ان يقوما بالطقوس الدينيه الطقوس الاخلاقيه وخاصه بان هناك اقاليم انضمت الى روسيا الأقاليم أيضا هم روس أوكران ذو التقويم الشرقي، بالتالي كان من الواضح فعليا أن روسيا لديها نية، نية خيرية وإنسانية وأخلاقية للسماح لكلا الشعبين بأن يقوما باحتفالات الدينية ولربما فعليا في هذا اليوم، اليوم التسامح أن يخلق فعليا مفاوضات وسلام وإحلال السلام، ولكن على ما نراه أن الجانب الأوكراني هو من رفض مبدأ الهدنة على العكس قام باستهداف استهداف عدة مناطق ومواقع في أقاليم مثل دونباس واستهداف المدنيين بشكل خاص وخاصة أن هذا اليوم يسارع المدنيين سواء كان في الداخل الأوكراني أو في الأقاليم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي في الاحتفالات والذهاب إلى الكنائس مما فعليا أسفر عن أضرار كبيرة وأضرار حتى مدنية في الأقاليم التي انضمت إلى روسيا تزامنا مع هذه الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكيف بخرق هذه الهدنه التي اعلنت من جانب روسيا ورفضتها اوكرانيا لماذا حركت روسيا صواريخ السيركون بالقرب او على بعد نحو مائه ميل فقط من سواحل الناتو بالتأكيد لا علاقة لهذا التحريك العسكري بقضية الهدنة الهدنة قد أعطيت لمدة يومين يعني بالتالي هذه هدنة إنسانية بالمرتبة الأولى أما لو كان لدى روسيا مطامع من هذه الهدنة يجب أن يكون الاقتراح الهدنة لمدة أسابيع فعليا حتى تستطيع التمركز والتحرك بشكل أكثر وخاصة أن نحن في فصل الشتاء يعني هذا الفصل هو تعسرات كبيرة في العمليات العسكرية عادة ما يجري بهذا الفصل لكن التحركات التي تقام تقوم بها روسيا العسكريه خارج الاراضي الاوكرانيه حول حدودها ضد النت وهي رساله بالتاكيد غير مباشره الى دول حلف شمال الاطلسي بان روسيا هي قادره الدفاع عن نفسها سواء كان في مواجهه عسكريه مباشره على الاراضي الاوكرانيه او في مواجهه مع حلف شمال الاطلسي اليوم امريكا اعلنت مثلا على سبيل المثال المساعدات بقيمه 3 مليار دولار لاوكرانيا لمساعدات عسكريه بالتالي المعركه تجدد فعليا سواء كان في الداخل الأوكراني لا اعتقد بان يمكن فعليا ان نتخيل ان هناك اقتراب مواجهه بين حلف شمال الاطلسي وبين روسيا، لان العواقب ستكون بالتاكيد وخيمه على العالم اجمع وليس فقط على طرف ما او على دوله ما، الجميع يراهن على وعي القاده ووعي الشعوب برفض هذه المواجهه المباشره سواء كان في روسيا او كان في الجانب الامريكي او الجانب الاوروبي، ولكن نلاحظ بان الجانب الاوروبي يعمل على استفزاز روسيا سواء كان بالمساعدات لأوكرانيا أو سواء كان بالتحركات في الشمال الأطلسي ضد الجارة بيلاروسيا وحتى ضد روسيا